وبرضه حاجه غريبه جدا بتدفعني ان انا ابص للنظريه كانها نظريه المؤامره. هو مين افضل حكم في افريقيا؟ او افضل واحد من افضل الحكام في افريقيا مين؟ فيكتور جوميز. فيكتور جوميز هو اللي حكم مباراه الذهاب. فانت حطيته في مباراه الذهاب فبالتالي مليون في الميه مش هتلاعبه المباراه اللي جايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ واحد من افضل الحكام، طب خلي الحكام يعني المباريات القادمه مباريات مهمه وكبيره وكل حاجه، ولكن في حكام تانية تقدر تشيل هذه المباريات. لكن انت بتحط كمان الحكام اللي ممكن يكونوا موجودين، ده قصه تانية هنتكلم فيها، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف اللي هيحصل ايه في مباراتنا مع وفاق سطيف، وهنشوف المباراه التانيه هيحصل فيها ايه ونبقى نتكلم في هذا الامر. أنا آسف، مصطفى غربال كان في الذهاب وفيكتور جوميز كان في الإياب اللي هو هتتلعب المباراة اللي جاية. اتنين من أحسن وأفضل الحكام في أفريقيا حكموا مباراة الذهاب للوداد ومباراة العودة للوداد. كده خرجوا من النهائي الاتنين دول. هنروح بقى لبكاري والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. حاجات ما هو ده اللي هيخليني أفكر في هذا الأمر، عشان كده الهاشتاج اللي موجود على تويتر زي ما حضراتكم شايفين، ما هو لما تبقى لهذه الدرجة الموضوع واضح، ايه يا جماعة ده؟ عفوا، ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ هو الهاشتاج ده اتحط كده لوحده؟ لا طبعا، من احساس جمهور الاهلي بالظلم والمعاناة وعدم الوضوح. هو ده اللي انا، معلش انا اسف يا جماعه اعذروني والله، بس هو ده الكلام اللي انا هقدر اقوله، مش هقدر اقول اكتر من كده. 560 الف تويتر لحد دلوقتي، 560 الف تويتر لحد دلوقتي عايزين النادي الاهلي ما ياخدش البطوله الثالثه على التوالي زي ما حصل في 2007. انا قلت الكلام اللي انا قلته ده، الثالثه على التوالي دي افتكروا بس الكلام اللي احنا بنقوله هنا دايما في البيت الكبير. الثالثه على التوالي دي في ناس كتيره جدا هتبقى واقفه ضدها. وفكرت حضراتكم ايه اللي حصل في 5 و6 و7 و8، قلتها قبل كده من بدري. ليه؟ لانه اللي احنا بنشوفه ده ظلم بين. ظلم بين. مش عارف الحقيقه، معلش انا اسف جدا، لانه الواحد من جواه متضايق جدا جدا جدا. يا اخي اديني العداله زي هنا، ما احنا بنقول هنا ايه؟ احنا بنقول يا جماعه للحكام كلهم ادونا العداله، اللي يكسب الدوري يكسبه، هنقول له مبروك طالما هناك عداله على كل الفرق على 18 فريق. ولكن ما تدينيش عداله وما تدينيش منطق حتى في التفكير، وبعدين تيجي تقول اصل المباراه النهائيه ما حدش تقدم او السنغال انسحبت، وبعدين يجي رئيس النادي يقول كلام مختلف يقول لك لا ده التصويت، وبعدين يرجع مره تانية يتقال ان ما فيش تصويت، وبعدين يجي كلام متضارب وحاجات متضاربه، وحاطط لي اثنين حكام احسن او افضل اثنين ثلاثه حكام موجودين في القاره حاططهم لمباريات الذهاب والعوده في الدور قبل النهائي، يعني معنى كده ان انت مش هتحطهم في النهائي. وقبل كده في صور بتورينا ان هناك قد يكون، انا بسال ده سؤال عابر، أنا بسأل سؤال عابر، هل هناك وعد لفريق معين خلال الفترة الأخيرة بأن هو هنتقلقش هنظبط لك الدنيا؟ أنا بسأل ده سؤال، معرفش إجابته إيه ومعرفش هل هو سؤال صح ولا غلط. كل الكلام ده نحطه على بعضه يجي في الآخر الترند اللي حضراتكم شايفينه ده ب 560 ألف تويتر في أقل من ساعة ولا ساعتين.